عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا السيارة الأودي RS8 الأولى من نوعها في العالم، أول واحدة عن طريق مصنع معرض الإصدار المحدود الإصدار النادر. معايا الأخ رمزي قائد بي، ما شاء الله رمزي مدير المبيعات عندهم ومتخصص، له خبرة طويلة في بورش وفي شركات كلها كبيرة وعريقة في المبيعات والسيارات الرياضية. كيفك رمزي؟ ايش اخبارك؟ كيف صحتك؟ امورك بخير؟ الحمد لله. تفضل خليني افيدك شويه. تسلم. قول لي عمي، اولا انت، انا عارف اول طبعا عشان افكركم بمعرض الاصدار المحدود الاصدار النادر او الاصدار المحدود، جربنا عندهم الفورد الرابتر ووعدونا بتجربه البورش تيك ار بورش تيك ار ستيج 2 يلي هي 750 حصان. يعني اضربني اضربني. وان شاء الله كمان خلال اسبوع بنكون مجهزين لك الجولف الجي تي اي. حلو. مع فول بودي كيت مع الباور كيت على على الانجن، بنخليها سيربرايز كمان مفاجاه للمشاهدين. يا سلام اضربني. لا 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 نحكي عنها أكثر إن شاء الله. وفي عندكم كامارو كمان. في عندنا الكامارو المعدل الغريب بالضبط معدلة وهي الوحيدة بالمملكة. أيوة. الموجودة كمان. فإن شاء الله لها لقاءات كثيرة بإذن الله. الله غير السيارة دي في إن شاء الله ثلاث لقاءات تانية بإذن الله. طيب رمزي، أنا عارف ما شاء الله أنتم في الإصدار النادر اسم على مسمى بتدوروا وتخترعوا إذا على أشياء مجنونة، ما لقيتوا أشياء مجنونة تخترعوا أشياء مجنونة. نحن بنجننها. أيوه بنجننها. فالآن أنا عملت تجربة للي يبغى يعني وصف كامل متكامل ممل. في عندي تجربة قديمة للأودي S8 520 حصان موجودة عندي من أول، فما حخش تفصيل السيارة بالكامل، أنا هتكلم على التعديلات والتغييرات وال على قول أخونا الإماراتيين التزويد إيش اللي صار في السيارة، هذا اللي حنتكلم عنه. الباقي قد موجود عندكم الفيديو القديم تقدر ترجعوا له جماعة الخير في التفاصيل كاملة. نعم. الآن رمزي أطربني، شايف السيارة ما شاء الله. طيب. تبارك الله، يعني الله يحميها تنور كذا. الله يخليك الله يخليك. مثل ما تفضلت هذه أول سيارة RS8. السيارة تم تعديلها بشركة الإصدار النادر والتصميم نفس الشيء بشركة الإصدار النادر اللي صار. التعديلات يعني بشكل سريع، التعديلات الخارجية على السيارة، في عندنا RS بامبر. أيوه. مغير بالكامل. أيوه. نعم. أيوه. الصدام الامامي، في عندنا الفول مونوكروم بلاك مونوكروم. أيوه. الطلاء الاسود الاسود الحالي. اوكي. أيوه. يلي هو طبعا على كل جوانب السياره هلا من منشوفهم كروم اسود. نعم. جنوط اي دي في 1 مقاس 22، مقاس الكفرات 295 على 25، جنطه 22. عندنا المونوكروم اللون الاسود كامل على جوانب السياره كلها مع طبعا مع الصدام الامامي. وبننتقل للجهه الخلفيه لنشوف التعديل صاير بالجهه الخلفيه. اوكي، بننتقل للجهه الخلفيه من السياره. التعديل اللي صار نضاف عليها الجناح يلي هو جناح الار اس الاودي الار اس. عندنا الاكزوست ولا الشكمانات يلي هن شكمانات كمان الار اس مع فلابس. وفي عندنا موزع الهواء يلي هو باللون الاسود يلي هو بيتبع المونوكروم الكامل على السياره. هذه التعديلات اللي صارت بالسياره من ناحيه البادي، ناحيه الخارجيه، ناحيه الهيكل. من ناحيه المحرك، من ناحيه المحرك كلنا بنعرف الاودي الار 8 العادي يلي هي من ستوك بدون اي تعديل، هي بتجي محرك 8 سلندر 4.0 توين تيربو بقوة الحصان 520 ونيوتن متر على 650 والتسارع من 0 ل 100 ب 4.2 ثانية. هذه السيارة صار عليها تعديل بالكمبيوتر تشيب، يعني تعديل بالكمبيوتر زاد رفع القوة الحصانية من 520 ل 650 حصان مع 800 نيوتن متر، والتسارع من 0 ل 100 صار ب 3.4. اوكي. وبتعمل سرعه قصوى 295 كيلومتر بالساعه، بينما الاس 8 الستوك بهذه قلنا ب 295 هذيك 250 كيلومتر بالساعه. نعم نعم. زي ما احنا شايفين المحرك القلب النابض حق السيارة زي ما هو، بس كل اللي سووه كثير من الشركات بيعملوا حاجه واحده، بيعملوا ريدايلينج، يعني الماكينه توصل تدي احسن كثير، تدي عزم كثير، بس ما يركزوا عليها، ينزلها شويه يعملوا لها دايل داون تون داون. جماعه الاصدار المحدود الاصدار النادر
عن طريق الكمبيوتر والشكمان الرياضي. الماكينه فيها بوتنشل، فيها اداء وفيها امكانيه تدي اشياء اكبر بكثير من كده. لا تنسوا السياره هذه 8 نمر دفع، شو اسمه، دفع رباعي 8 نمر اوتوماتيك، والسياره ما شاء الله يعني بتكلم على 2 طن وي، ما هي قليله ابدا. كل اللي سووا جماعه اطلقوا لها طاقاتها الكامنه، والسياره ما شاء الله وصلت حوالي 650 حصان وحنشوا 3.6 نتكلم، يعني خد بالك تتكلم على 2 طن وكسور من 0 ل 100 فقل من 4 ثواني، هذه ما هي قليله ابدا. فهذه احنا اديناكم صوره كامله على السياره كده من برا ومن جوا بشكل عام، وحنشوف اداء السياره كمان كيف مع بعض ان شاء الله. الآن أنا جربت السيارة بصراحة ما شاء الله عبارة عن وحش، زي ما قلت لكم ما حطول في تفاصيلها كثير، أتكلمنا على التعديل من برا والأشياء كلها، ميزات السيارة والسيارة دي الاختلاف. اللي يبغى تجربة السيارة كاملة ارجع للفيديو القديم حق الأودي الاس 8 اللي موجود عندي، لكن بصراحة ما شاء الله في فرق كبير، يعني حتى السيارة كل تعشيق والثانية، السيارة دفع رباعي، سيارة كبيرة 2 طن ونص تقريبا، 2 طن وكسور، فما هي خفيفة أبدا. ومع ذلك ما شاء الله في كل تعشيق تحس السيارة زي الفهد أو الشيتا بيغرز مخالبه في الأرض وهو بينطلق كده زي الغزال، ومع ذلك سارة جبارة. فأنا معجب جدا بصراحة بالإضافات اللي عاملينها فيها، لكن السؤال المهم بكم التعديلات هذه؟ شوف، مع كل هذه الباور اللي تفضلت عنها واللي عم تحكي عنها، ومع كل الفرامل مع البادي كيت من برا، التكلفة حوالي 150 ألف ريال سعودي لتصير كوبي نسخة عن هذه السيارة اي اس 8 بالكمبيوتر بالفرامل بكل شيء، بكل بالبريكنج سيستم بالاكزوست سيستم كامل. انا اشكرك على يعني اليوم اديتونا فرصه نعرض سياره غريبه ومميزه وحلوه معموله هنا، وان كان القطع كله جاي من برا بس يعني كله فكر وترتيب هنا وشغل هنا، وان شاء الله للثلاث تجارب الثانيه اكيد 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 لنا لقاء. يعطيك العافيه. شكرا.